بسم الله الرحمن الرحيم. عودة أخرى للفيديو تاني. الموضوع التاني في الشخصية الحقيقة. الموضوع التاني بيتكلم عن الميول بالترتيب كده شباب، الاتجاهات، القيم. ليه خدنا الميول الأول؟ قالك لأن الميل تبنى عليه الاتجاهات. يعني لولا الميل ما كان الاتجاه. لا، لحظة واحدة بقى، هو في فرق بين الميل واتجاه ورغبة وشعور طبعا في فرق. تعالى الاول نشوف ما معنى كلمة الميل. الحقيقة يمكن كتير مننا يحب كرة القدم، سواء مشاهدة كرة القدم او ممارسة كرة القدم او ربما الموضوع كله. في بعض بيحب ميال قوي للشطرنج، بيحب جدا الشطرنج، كل ما بيجي يلعب شطرنج يشعر بفرحة شديدة جدا، بيمارس الشطرنج، يقرأ عن الشطرنج. تعال نشوف ايه هو الميل. الميل بيقول الميل هو عبارة عن استعداد من جانب الفرد ان يستغرق في نشاط. الحقيقة مش عجباني الجملة مكسورة، يعني انا ملتزم بالكتاب بس ممكن نغير حروف. يعني ممكن اقول ايه مثلا؟ الميل عبارة عن استعداد من جانب الفرد للاستغراق في نشاط معين. النشاط ده بقى ممكن يكون كرة قدم، لعبة شطرنج، رسم، موسيقى، شعر. وهذا الاستعداد بقى بيوصفه بانه دينامي. دينامي يعني متفاعل لدرجة انه بيأثر في سلوك الفرد، لدرجة ان انا مش بس بقرأ عن كرة القدم او بتفرج عن كرة القدم، لا ده انا امارس كرة القدم، امارس الموسيقى والشعر، حيث يبذل الفرد جهده في نشاط مصحوب بمشاعر الراحة والرضا. الله عليك. ويمكن ده بيفسر يا شباب ليه الميل يتصف بالاستمرارية والدوام عن الرغبة، عن الشعور، عن أي حاجة تانية. لأن الميل دائما عندما نأتي بهذا الميل الذي نحبه نشعر بالرضا والسعادة. يعني لو واحد بيحب يلعب كرة قدم، يعشق كرة القدم، لما تيجي تقول له انت لعبت 5 ماتشات تلعب تاني؟ يقول لك ألعب تاني. طب لعبت بقالك كل يوم عمال تلعب كرة، تلعب بكرة؟ ألعب بكرة. طب انت اتفرجت على ماتش ريال مدريد وبرشلونة، ده في على الفجر ماتش تاني لبايرن مثلا والاي سي ميلان، تتفرج في الشامبيونز ليج؟ اتفرج. فهو دائما وابدا يستمر في ادائه لميله لما يحبه. ليه مستمر؟ لانه دائما وابدا يشعر بالراحة والرضا. خدت بالك انت الميل حالة من الاستعداد للاستغراق. الاستغراق يعني الشمول. ايوة للشمول. ان الميل حالة تستغرقني، تشملني كلي، لدرجة ان انا مش بس بقرأ عن الكورة، ده انا كمان بلعب الكورة، ده انا كل مرة دينامي يؤثر في سلوك الفرد لدرجة ان انا اشعر في كل مرة بالراحة والرضا. وده يمكن سر الاستمرار. بمناسبة الميل، بعض الناس بيسألوه هو ميلك ايه مستر شريف والاكاونت والبيج بتاعك وبتاع. انت ممكن تكتب مثلا تكتب شريف القصاص بالانجليش SHRIEF. وبعدين ايه القصاص؟ ELKASS وبعدين AS القصاص، وبعدين الاتي اللي بتعملوها شيفت 2، وبعدين بتكتب hotmail.com بالانجليزي. وكمان ممكن تكتب الدكتور شريف القصاص باللغة العربية، يجي لك صفحة البيج بتاعتي والاكاونت. عموما ده بمناسبة الميل. خليني بقى اروح للميل ده بقى علاقته بمصطلحات اخرى، يعني الرغبة او الشعور، الاتجاه. تعالى نشوف ايه الفرق بين الميل ومصطلحات تانية. يعني مثلا الشعور او الوجدان، ما حضرتك ألم بيقول يقتصر هذا المفهوم على، حط تحتها شرط الجملة اللي جاية، على الاستجابة الانفعالية البسيطة، بينما الميل هو استجابة قبول او رفض لنشاط يؤدي لتحقيق رغبة او عدم تحقيق الرغبة، او تحقيق الرغبة عموما بالقبول او رفض. استنى، يبقى الفرق بين الميل و الناحية التانية الشعور او الوجدان. الشعور او الوجدان هو استجابة انفعالية بسيطة. هنقف هنا. ممكن اديك مثال؟ زي ما انا بتكلم مع مجموعة اشخاص اصحابي، بس في واحد منهم شخص اول مرة اشوفه، فبتكلم معاه زي ما بتكلم مع الموجودين الباقيين من المجموعة، بس حسيت تجاه الشخص ده بنفسي كده قفلت تجاهه. احيانا بعض الناس كده نفسك تجاهه تقفل، بس رغم انها قفلت ومش مبسوط ان انا بتكلم معاه، بس بكمل الحديث.
لو واحد بعد المحادثه ما خلصت والقعده انتهت قال لي طب طالما قفلت كده تجاهه ليه كملت الحوار ما كنت مشيت؟ رحت رادد وقلت له مش للدرجه دي، ده الموضوع بسيط، قوم اقفش هنا. ما هي ده بقى الشعور والوجدان. حتى هو قال لك انا حسيت وانا بتكلم ان انا مش مبسوط وانا بكلمه، او ان انا مبسوط وانا بكلمه. في النهايه هي انفعالات بسيطة. يبقى الشعور او الوجدان هو استجابة انفعالية بسيطة، بدليل ان ما وصلتش لدرجة ان سبت القعدة ومشيت. جميل. لكن الميل بقى رفض وقبول هذا الشيء او هذه الرغبة. يعني انا النهاردة بقول الميل هو استجابة اقوى. يبقى مين اقوى بقى، الشعور والوجدان ولا الميل؟ لا طبعا الشعور والوجدان ده استجابة انفعالية بسيطة، وبالتالي الميل مش بسيطة لدرجة انه وصل لحالة انه بيحب هذا الشيء فيعمله، او ما بيحبش هذا الشيء مش هيعمله، يعني يصل الى درجة القبول والرفض، ودي درجة اكثر قوة. طيب تعال نروح بقى للرغبة. والرغبة والميل ايه الفرق بين الرغبة؟ بص، الرغبة هو التطلع لشيء او التطلع بعيد عن الشيء، او بمعنى اخر رغب فيه رغب عن. اقول لك مثال، رغبة مثال ذلك مثل الرغبة او عدم الرغبة في المذاكرة. خدي بالك خد بالك مفيش امثلة هنا لان كتاب الوزارة ما عمليش امثلة، بس انا بقولها. يبقى مثال ما قلت لك الميل زي الميل الى كرة القدم او الموسيقى او الرسم. برضو قلنا برضو مثال على الشعور او الوجدان اللي هو الاستجابة الانفعالية بسيطة مثل رضاية او عدم رضاية في الحديث مع شخص اثناء التحدث في مجموعة مثلا. عندي كمان مثال بتاع الرغبة اللي هو رغب فيه رغب عن، مثال المذاكرة مثل رغبة الشخص او عدم رغبته في الاستذكار، دي رغبة قبول او رفض الشيء. خد بالك ان الرغبة هنا حالة مؤقتة، عكس الميل بقى يتصف بالديمومة اي الدوام والاستمرار لانه يصحبه الانفعال الرضا والسعادة. فعشان كده دايما بلعب كورة لكن مش دايما بذاكر. لو ذاكرت يومين ثلاثة مش هذاكر الرابع، او ذاكرت يومين ثلاثة الرابع مش هتذاكر بنفس الكفاءة، لكن الكرة دايما بنفس الكفاءة وبنفس القوة لا تتوقف. يبقى هنا مؤقت هنا دائم، رغب فيه رغب عن، لكن الميل يتصف بالدوام والاستمرار ولا ينتهي بمجرد تحقيق الهدف، لكن الرغبة تنتهي بتحقيق الهدف. انا ذاكرت النهاردة مش بالضرورة ذاكر بكرة على فكرة، لكن لعبت النهاردة كرة بالضرورة طالما جت فرصة بكرة كرة هلعب كرة وهكذا. مؤقت دائم. تعال نروح بعد كده الى الاتجاه والميل. بص يا سيدي، الاتجاه ليه ثلاث جوانب، الميل ليه جانب واحد. الاتجاه ليه ثلاث جوانب، الميل ليه اتجاه واحد او جانب واحد. الاتجاه نجيب مثال برضو مثل اتجاه الشخص نحو عمل المرأة. لما اجي اسألك انت تؤيد ولا ترفض عمل المرأة، فهو بيقول لي انا ثلاث اتجاهات بقى. واحد يقول انا اؤيد عمل المرأة يبقى اتجاه موجب، واحد يقول لا انا ارفض عمل المرأة يبقى ايه سالب، واحد ثالث قالك انا محايد. محايد يعني ايه؟ يعني عادي والله المرأة اشتغلت كان بيها، ما اشتغلتش مش فارقة يعني. يبقى ثلاث. في حين بقى الميل هو اتجاه واحد فقط اللي هو الموجب. عمرنا ما شفنا واحد يقولك ايه انا مش ميال للرسم، خلاص ما بقاش ميل. طالما مش يبقى بقاش ميل، لكن دايما الميل هو الرغبة فيه او الميل الى تحديدا. الميل هو اتجاه موجب، نعم فقط، ما فيهوش محايد ما فيهوش لا. طب لذيذ، يبقى كده الميل والاتجاه، الميل اتجاه واحد او زاوية واحدة اللي هي الموجب، الاتجاه ثلاث زوايا موجب سالب محايد. طيب زي عمل المرأة. عندي كمان الميول والنوع. يعني ايه؟ هو بنسمع احيانا ان يقولك ايه في برفان حريمي في برفان رجالي. بجد؟ بجد. هو هذا ما يعني تعرف عليه الناس، ما نزلش في القرآن يعني. فبيقولك نفس الكلام، في مهن تحس انها رجالي وفي مهن حريمي. بس خد بالك مش رجال يعني كل الرجال بيشتغلوا المهنة دي بس وكل النساء بيشتغل المهنة دي بس، ممكن من شوية من دول يروحوا هنا او العكس بس قلة، لكن الغالبية ونتكلم عن الغالبية من الرجال يعملون في هذه الانشطة. يحب يشتغل النشاط الجسماني زي مثلا رفع الاثقال، زي العمل الميكانيكي زي هندسة ميكانيكا سيارات، اعمال يدوية شاقة زي النجارة مثلا ورفع الاحمال مثلا الزلط والرمل اللي هو الفرعلية. طب هل في ستات بتروح للحاجات دي؟ يعني في نشاط الجسم زي رفع الاثقال ممكن بعض السيدات يلعبوا لعبة رفع اثقال قلة، لكن الغالبية رجالي.
كذلك الامر غالبيا نسائي مش رجالي، زي الفن، الموسيقى، الادب، التدريس، الخدمة الاجتماعية. هل معنى كده ان مفيش رجالة بتشتغل اخصائيين اجتماعيين؟ فيه، لكن المعظم هي حاجة نسائية. بالمناسبة بقى، لذا انا بقول الغالبية بتروح فين، مش كلهم بيروحوا للمهنة الفلانية رجال او المهنة الفلانية نساء، انما الغالبية مهن رجال، غالبية مهن حريمي. بس في بقى مهن وميول بيشترك فيها الاثنين، يعني تلاقي الرجالي والنسائي الاثنين بيروحوا نفس المهنة بنفس الكمية من العدد، زي الميول الموسيقية، الفنية، الابداعية. انا ما عاوز اقول حاجة، الوراثة والميول. الحقيقة انا لو حبيت اتكلم عن الميل والوراثة، والراجل قال لي اكتب لي مقالة، بس بالمناسبة عشان الناس اللي حابة اسئلة، انا ممكن اكتب في السؤال الاول خالص في اول صفحة، حدد المقصود بالميل مداعما بمثال. قلت المثال كالميل الى لعبة كرة القدم او الموسيقى. ممكن سؤال تاني، اذكر الفرق بين الميل والرغبة، او الميل والاتجاه، او الميل والشعور. يختار له واحدة وتكتبها. تمام. برضو ممكن اقول سؤال تاني عن الميل والنوع. توجد علاقة بين الميل لبعض المهن والنوع من حيث الذكورة او الانوثة، وضح في ضوء ما درست واشرح. طيب خليني بقى اتكلم هنا بقى، يعني لو انا قلت ايه، اكتب مقالة عن الميل ومدى علاقتها بالوراثة، وضح في ضوء وراثة، او اكتب مقالة. جميل، اكتب مقالة، حاضر. اولا الميل والوراثة، خلينا بقى ايه نقول، نبدأ بترتيبنا صح. الترتيب الاول انه الميول تظهر في عمر مبكرة، يعني انت لو بتعمل لقاء تلفزيوني مع احد المذيعات او المذيعين وقال لك يا دكتور فلان انت راجل استاذ في علم النفس، ما يصحش عارف، يعني هو الميل ده، اي الولع والاهتمام الشديد بالفك والتركيب او الموسيقى او الرسم او كرة القدم، هذه الميول عموما ليها عمر. اقول له تظهر في مرحلة الطفولة المبكرة. الطفولة المبكرة ممكن اكتب لها مش طفولة مبكرة، اللي هي من 2 ل 6 سنوات تظهر هنا. طيب يا سيدي، كلام لطيف جدا. ممكن اسألك سؤال، لو انا عندي دكتور او مهندس ولادهم طلعوا زيهم، يعني اب وام دكاترة، اب وام مهندسين، عيالهم طالعين زيهم مهندسين او دكاترة، السؤال هل خروجهم اطباء مهندسين زي ابويهم، هل ده وراثة ولا بيئة؟ قال لك حصل التباس في الدراسات. التباس بمعنى غموض في الدراسات. لما جت الدراسات تتكلم عن الحكاية قالت في صعوبة يا جماعة ان احنا نحسم، هل السبب هنا وراثة ولا عوامل بيئية؟ طب يا سيدي، يعني طب نحسمها زي، قال لك ممكن تعمل حاجة لطيفة جدا، انك انت تجيب الاطفال المتبنين والاطفال التوائم، تعرف من خلالهم النتيجة الصح. قلت له يعني ايه؟ قال لي يعني مثلا ممكن نقول ان في اب وام دكاترة تبنوا طفل، ان هم بيخلفوش، جابوا طفل من ملجأ وتبنوا، عنده 6 سنين 7 سنين اقل ازيد، والولد طلع دكتور. طيب السبب هنا وراثة ولا بيئة؟ طبعا عامل بيئي، لان الولد جاي مش ده مش ابنه، يعني الجين والكروموسومات مش تبعهم، يبقى الولد هنا اكتسب ميل ورغبة واتجاه، قول زي ما انت عاوز، او تحديدا ميل الطب عن طريق بابا ومامته، اذا هنا العامل مكتسب. لو اتكررت الدراسات بقى ان انا عندي 30 او 50 او 100 طفل متبنى كلهم طلعوا زي ابوهم وامهم اللي تبنوهم، يبقى في الحالة دي نقول انها مكتسبة لا محالة الميل ده. لكن لو انا تخيلت مثلا ان انا عندي اب وام دكاترة وعندهم طفلين توأم من بويضة واحدة منقسمة، طفلين زي بعض في كل حاجة، نفس الموروثات والجين، فواحد طلع دكتور والتاني طلع رسام، وتكررت الحالة دي على 50-60 أسر، ما بيقولوش زي أبوهم وأمهم خالص، يبقى العامل هنا ما نقدرش نقول إنه وراثة، إنما العامل هنا مكتسب. لكن لو أنا لقيت إن الأب وأم المهندسين ولادهم طالعين زيهم مهندسين، أو ولادهم طالعين زيهم دكاترة، في 50-60-70-80-100 أسرة نفس الكلام، يبقى هنا القصة اتحسمت إنه السبب وراثي وليس بيئي. خلاصة الحكاية، الميل والوراثة، الميل يظهر في مرحلة الطفولة المبكرة، الميل قد يزيد ويظهر ويصبح اتجاها قويا ومهارة حقيقية عندما يكون هناك تشجيع. يعني انا اب وام دكاترة،
ابني بيحب الرسم وبارع فيه، مفيش ازمه ان انا ادخله كليه فنون جميله فيصبح رسام بارع، لو ان احنا مفيش حد فينا بيعمل الكلام ده للاسف. وده يمكن، او ان انا اعوق هذا الكلام واقول له ممنوع انت تخش طب زي بابا وماما مفيش فيها كلام، مش صارفين عليك المصاريف دي كلها عشان تقول لي ابقى شغال رسام، حياه ابوك خلص وبعدين. عشان كده تلاقي طبيب رسام او مهندس شاعر، ليه؟ لان بدل ما يحصل تشجيع حصل اعاقه. يبقى ترتب معايا، الميول بتظهر في مرحله مبكره من 2 ل 6، الميول قد يحدث لها اعاقه او تشجيع، الميول في التباس في الدراسات ما نعرفش السبب وراثه ولا بيئه، واللي هيحصل الاطفال المتبنين او الاطفال التوائم. شفنا في الحدوته بتاعه الميل والوراثه ان الموضوع لم يحسم بعد هل هو مكتسب ولا وراثه، لكن في النهايه الراجل بيعمل لي معادله لطيفه جدا، بيقول لي ايه؟ ميل زائد تشجيع يكون يساوي الناتج عظيم. يعني انا لو ابني مميز في الموسيقى من طفولته، فانا شجعته ومرنته وجبت له كل الاشياء او الكوره او الى اخره واهتميت بيها جدا، تاكد انه هيكون بارع جدا في هذا النشاط. والصح بتاع الحكايه على فكره اشوف ابني بارع في ايه، وده عن طريق ان انا اشركه في انشطه كتير واكيد هيظهر قدراته، فابدا انمي واشجع حتى يكون شخص مبدع فيكون الناتج عظيم. بيختم في الاخر باختبار اسمه اختبار سترونج، بيقول ده اختبار بيقيس الميول والمهارات المهنيه. وعلى فكره بالمناسبه الكتاب كتب كده وجري، لكن انا هديك نبذه سريعه. اختبار سترونج ده بيتعمل على الناس اللي عندهم 17 سنه وفيما فوق، والاختبار ده عمره حوالي 45 دقيقه. خلاص الاختبار انا بعرف انت تنفع تخش علمي ولا ادبي، خلاص الاختبار اعرف قدراتك وميولك ايه، خلاص الاختبار بعرف لو انت هتخش علمي يبقى مجموعه الهندسه ولا مجموعه الطب. يعني ما ينفعش انك انت تختار كده الميل او المهنه او الكليه بناء ان هم رايحين كليه كذا او علمي وادبي فانا اعمل زيهم. يبقى كده خلصنا اول حكايه من الثلاث حكايات بتوع الفصل ده اللي بتبدا بالميل. وكان لازم يا جماعه نبدا بالميل لان بناءنا على الميل بيتكون الاتجاه عن طريق التشجيع. خلصنا الميل، هنخش في الاتجاه ثم القيم. الدور دلوقتي على الاتجاه. يعني ايه اتجاه؟ كنا بنسمع كلمه اتجاه الشخص لعمل المراه. يعني ايه اتجاهه؟ يعني رايه، هل تؤيد عمل المراه ولا بترفض مثلا عمل المراه؟ اتجاهك نحو تشجيع فريق، بتشجع النادي الاهلي ولا نادي الزمالك؟ بتشجع برشلونه ولا ريال مدريد؟ موضوعات الاتجاه متنوعه. تعال نشوف الاتجاه بيتكون من ايه، ما معنى كلمه اتجاه، بيتكون ازاي، ايه مواصفاته ووظائف وصفاته. تعالوا نشوف تعريف الاتجاه. الاتجاه من الدايرة حواليك الكلمة اللي جاية، تنظيمات محددة. طب الصندوق او البوكس بتاع التنظيمات ده جواه ايه؟ يشمل، اكتب واحد، مشاعر الفرد. اهي واحد، مشاعر الفرد. مشاعر الفرد ده هنسميه مكون وجداني، هنشوفه دلوقتي. ويشمل كمان افكاره، دي اتنين هنسميها مكون معرفي. ويشمل كمان نزعاته، نزعاته يعني ايه؟ دي ثلاثة، يعني مكون سلوكي. واضح كده من الاتجاه ثلاث مكونات، مكون معرفي، مكون وجداني، مكون سلوكي، والذي يجعل الفرد يتصرف تجاه المواقف في بيئته. هذا التعريف يوضح العناصر الأساسية للاتجاه اللي قلناها، عاطفي لما قال يشمل مشاعر الفرد، معرفي لما قال يشمل أفكاره، سلوكي لما قال يشمل نزعاته. الله عليك الله. يبقى كده أفهم من كلامك يا مستر شريف ان الاتجاه اللي هو التنظيمات اللي فيها الشغل ده كله عبارة عن ثلاث مكونات، معرفي وجداني وسلوك. عاوزين تعرفوا معلومة زيادة تعال اقول لكم. انت بتتكلم كده ليه؟ بغير الطريق. المهم اللي انا عاوز اقوله لحضراتكم انه النهاردة لما اجي الاقي واحد تزوج وقاصد ومصر ان يتزوج من امرأة غير عاملة، ده مكون سلوكي في تصرف. لما اجي ادور وراه الاقي ان المكون المعرفي عنده، يعني الخبرات السابقه عنده بتقول ان عمل المراه شاف فيه خلال خبرات حياته كلها ان عمل المراه بيضر بالاسره. مامته لما اشتغلت، صاحبات مامته لما اشتغلوا، مراتات اصدقائه لما اشتغلوا، جيرانه لما شاف كل الستات انه الولاد والبنات ولادهم بيتاثروا سلبا وانهم مش عارفين يلاقوا مامتهم ودايما متعصبه عليهم واكلهم بارد وما بتقعدش معاهم، فالراجل خلاص كون معتقد ومكون معرفي ومعلوماتي بان عمل المراه يضر بالاسره. خد بالك، يبقى اعتقادي بان عمل المراه يضر بالاسره بقى مكون معرفي اعتقادي،
فينتج عنه مكون وجداني اي مشاعر اللي هي شعوري تجاه عمل المرأة بالرفض، انا لا احب عمل المرأة اللي هو الحب والكراهية، فبالتالي بقى متوقع ينتج عنه مكون سلوكي هو اني عندما اتزوج سأتزوج من امرأة غير عاملة. والعكس برضو يا شباب، يعني انا لو عندي المكون المعرفي خبراتي ومعلوماتي بتقول ان عمل المرأة شيء صالح للأسرة قد ايه اثر ايجابا، فهحب عمل المرأة، فده مكون وجداني، فينتج عنه مكون سلوكي سأتزوج من امرأة عاملة، لو مش عايز تشتغل خليها تشتغل، لان هي شايف ان عمل المرأة يضيف لها بريق ويزيد نشاطها وحيويتها وجمالها واهتمامها بنفسها. جميل جدا. يبقى لو المعرفي قال اه، الوجداني هيقول اه، السلوكي هيقول اه، لو واحد قال لا الكل هيقول لا. زي اعتقادي بان فئة تجار المخدرات فئة سيئة في المجتمع مكون معرفي ينتج عني مكون وجداني اني لا احب انا لا احب هذه الفئة، مكون سلوكي اني لا اتعامل معهم. شايف كلام رائع جدا. ده انا خلصت دي كمان اهي، ادي الجانب المعرفي ويتضمن معتقدات، اي اكتب فوق معتقدات الفرد يعني خبرات الفرد السابقة ايجابا او سلبا، وبناء عليها يتكون الوجداني والسلوكي وقيم ومعارفه كالاتجاه نحو الديمقراطية. ممكن كمان تقول وايضا كالاتجاه نحو عمل المرأة او لا. يعني الجانب العاطفي اللي هو الوجداني الانفعالي اللي هو العاطفة المشاعر حب كراهية راحة قلق، اما الاتجاه، وخد بالك بيقولك هذا الجانب العاطفي بيطفي طابع الدفع والتحريك. يعني انا لو بحب حاجة هنفذها، لو ما بحبش الحاجة دي مش انا بحب عمل المرأة فهتجوز من امرأة تعم، انا لو احب عمل المرأة ستزوج امرأة غير عاملة، فدفع وتحريك. الجانب السلوكي يتضمن الاستعدادات السلوكية المرتبطة بالاتجاه، فلو ان الفرد لديه اتجاه موجب نحو شيء ما فانه يسعى نحوه جاهدا، والعكس اذا كان سلبي. مثال ذلك، انت اتجاهك نحو عمل المرأة ايه؟ اتجاه موجب. اتفرج، يعني انت بتأيد عمل المرأة، شوف بقى سماتك ايه، انا عايزك ترقمها، ألف يؤيد، ب يسمح، جيم يدافع، دال يشارك في فعاليات كالمؤتمرات المؤيدة لعمل المرأة. يعني الرجل اللي مؤيد عمل المرأة ومعجب بعمل المرأة فتجده يؤيد، لما تقول له انت تؤيد مراتك تشتغل او انت تؤيد عمل المرأة قول لي انا اؤيد عمل المرأة، وبالتالي يسمح لمراته تشتغل، يدافع، لو حد قال له غير كده هيدافع عن الموضوع يقول لا انا اؤيد عمل المرأة انتوا بترفضوها ليه، هيشارك في فعاليات المؤتمرات بتاعت عمل المرأة. اما مراته قالت له في جامعة عين شمس في مؤتمر بيتكلم عن عمل المرأة والمرأة العاملة وبتاع، ايه رأيك تيجي؟ قال لها يلا نروح، حاجة جميلة خالص. تعال نشوف بقى خصائص دي مكونات، يعني ممكن برضو نكتب سؤال على اللي فاتت، حدد المقصود بالاتجاهات النفسية موضحا مكوناتها. الله عليك. تعالوا نشوف بقى خصائص الاتجاه. واحد، الاتجاه، اقرا بقى معايا على الشاشة معايا، الاتجاهات لا تتكون من فراغ، يعني ما جاتش كده بالصدفة، فهي تنشأ من، اعمل دايرة، علاقة فرد بموضوع من موضوعات البيئة. يعني ايه بقى ان شاء الله؟ يعني الكلام ده بيقول ان الاتجاه ما جاش بالصدفة ومن فراغ، ده تكون نتيجة خبرات سابقة، نتيجة العلاقة بين الفرد والموضوع. انا شفت ان كل من عمل من السيدات نجحنا في عملهن وفي بيوتهن، فبقى عندي اتجاه ايجابي نحو عمل المرء. فاذا برضو تشجيعي لفريق برشلونة تحديدا، لاني عندي خبرات من زمان كتير قوي بتشجع على برشلونة من اول بابا وماما كانوا بيشجعوه، اصحابي من زمان وانا صغير كنا متفرج على ميسي وبتاعه وكنت حابب قوي الحكاية. فلما كبرت ما زال عندي موضوع حب البرشلونة او ريال مدريد او الاهلي او الزمالك. في نهاية الامر يا شباب بنقول ان الاتجاه لم يأتي من فراغ، انما نتيجة علاقة بين فرد وموضوع اتكونت في خبرة يا ايجابا يا سلبا، فيبقى القبول او الرفض. يبقى انا لو في الهامش اكتب ايه؟ اكتب كلمة علاقة، كلمة اللي تفكرك فرد وموضوع. 2، يغلب عليها الذاتية، اكتب في الهامش ذاتية. يعني ايه يا مستر شريف؟ يا جماعة الاتجاه ده حاجة خصوصي يخصك انت بس. يعني انا النهاردة لو جيت انا كمستر شريف بقول انا اؤيد عمل المرأة، واحد تاني قال لي ايه انت بتأيد؟ طب وانت مالك يا سيدي؟ دي حاجة خصوصي، الاتجاه ده شيء يخصني انا، ماشي. او ان انا اقول لك ايه، انا بشجع فريق الزمالك، لو ان انا اهلاوي يعني انا بشجع فريق الزمالك، واحد يقول لي الزمالك ايه زمالك ده، وفي حاجه اسمها زمالك؟ خد ايه الزمالك ده؟ اقول له يا سيدي انت مالك، دي حاجه خصوصي. ما هو الاتجاه خصوص ذاتي. خصائص الاتجاه انه عاطفي، ايوه عاطفي. الاتجاه يا جماعه في مشاعر، ايوه في مشاعر. يعني انا النهارده ليه بقيت فريق الزمالك او الاهلي او برشلونه او ريال مدريد او عمل المرأة؟ لان انا بحب هذا الشيء، فالحب والعاطفة يدي دافع وتحريك يا نحو يا ضد لو ما كنتش بحب.
يبقى الاولانيه لا ياتي من فراغ، الثانيه ذاتي، الثالثه عاطفي، الرابع مكتسب، ما حدش بيتولد بيشجع برشلونه او بيأيد عمل المرأة انما يكتسب هذا بفعل خبراته في المجتمع، ليس فطري مش مولود به انما مكتسب. خمسه ذات قدره تنبؤيه في الموقف المختلف، اكتب في الهامش تنبؤي. ايوه تنبؤي، يعني انا النهارده لو جالك عريس وانت قعدت تطرحي معاه مجموعه موضوعات، فالموضوع في النص كده عن عمل المرأة وانت كنت قاصده، ما انت قروبه، فقلبت الراجل كده تشوفي افكاره فيها ايه، فاقول لك والله يعني انا من موضوع عمل المرأة يعني طالما الراجل قادر يشتغل فمش لازم، ما لهاش لازمه انها تشتغل، بس على صوت واحد ماخدوش يا بابا، ماخدوش يا بابا. ليه؟ لان انا اتنبأ ان لما نتجوز هيقول لي لا انا اسف ما فيش شغل يعني، فهو ليه قدره تنبؤيه. ما هو طالما معرفيا ووجدانيا انا ارفض عمل المرأة بس سلوكيا مش هتخليني اشتغل كامرأة عاملة بعد كده. لا يتغير بشكل سريع، يبقى في الهامش اكتب ثابت نسبيا، بمعنى لو انا برفض عمل المرأة عشان يتغير فايد عمل المرأة بيقعد سنين طويلة قوي، ده اذا اتغير، اذا هو ثابت نسبيا يعني لا يتغير بسرعة، يبقى ثابت نسبيا، مكتسب، تنبؤي، عاطفي، لا ينشأ من فراغ ذاتي. الله عليك، دي كلها اسمها ايه؟ خصائص العمل التجاري. اكتب سؤال جنبها ايه؟ اشرح اهم، لغايه بس ما نيجي اسئله مراجعات ان شاء الله عن قريب، يبقى اشرح اهم الخصائص العامه للاتجاهات النفسيه. طب تعالوا نروح لحاجه تانية، شروط تكوين الاتجاه النفسي. نحاول نغير المثال شويه، لو انا النهارده عندي واحد اتجاهه سلبي قوي 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 نحو الرياضه، يعني بص يعني الرياضه بالنسبه له كلمه بشعه جدا بيرفضها رفضا تاما في حياته، واول ما يسمعها بيتنرفز كده ويتعصب. اتجاه سلبي نحو هذا الامر يعني. طيب يعني اتجاهك السلبي نحو الرياضيات كيف تكون؟ اتكون عن طريق هو طبعا في الكتاب قال تكامل الخبره، بعدين تكرار الخبره حفظ الخبره، انا مش عارف هو طبعا الترتيب مش بالضروره يعني. فلو قلنا مثلا التكرار يجي الاول، تكرار الخبره الفاشله يؤدي الى الفاشله يؤدي الى تكاملي اهو، يعني الولد كل سنه يسقط يجيب ملحق في الرياضه من اول اولى ابتدائي هو كده. تكرار الخبره ادى الى تكامل الخبره، بمعنى خلاص اكتملت الصوره ان الرياضه دي شيء سيء جدا. النقطة اللي بعديها اللي اسمها حدة الخبرة، أي الخبرة الانفعالية الحادة لها أثر قوي في تكوين الاتجاه. يعني ضيف مع التكرار والتكامل ضيف العاطفة السيئة، بمعنى إيه؟ أو انفعال سيء أو حدة انفعال سيء. أنا فاكر أول مرة سقطت فيها في الرياضة في أولى ابتدائي أبويا بظهر إيده كده راح مديني حولني منظر طبيعي. أه والله. ولما سقطت في تالتة إعدادي برضه في الرياضة طردني من البيت. وفي أولى ثانوي طلع أمي. طلع امي، يعني خبره انفعاليه حاده سيئه جدا جدا. وبالتالي تكرار هذه الخبرات السيئه مع حده الانفعال ادى الى التكامل. فلو انا حبيت ارتبها تاني يبقى تكرار الخبره حده الخبره وبالتالي تكامل الخبره. في كمان تمايز الخبره، ايه تمايز؟ حين تعمم الخبرات ويتحدد الاتجاه وينضج ويتمايز وينفصل عن غيره من الاتجاهات ويكتسب ذاتيته ومعاليمه الخاصه. يبقى تمايز الخبره يعني ذاتية الخبرة. هو الراجل هنا عاوز يقول انه اتجاهك في الموضوعات المتنوعة والمختلفة كل اتجاه ليه طابع مميز في الناحية الانفعالية بتاعته يعني ودرجة قوته، فلذا هو ذاتي جدا، كل اتجاه حاجة خصوصي، كل حاجة ليها خصوصيتها في النواحي الخاصة الانفعالية بيها. يعني انا النهاردة قد يكون لدي اتجاه قوي واتجاه ضعيف، يعني مثلا لما اجيب لك بتشجع فريق برشلونه او انك بترفض عمل المراه، انت عندك الموضوع عندي بترفض عمل المراه وبتشجع فريق برشلونه، بتشجع فريق برشلونه وبترفض عمل المراه، انت في اللحظه دي عندك موضوعين، في واحد منهم اقوى من الثاني عشان كده يكون في خصوصيه او ذاتيه. بمعنى ايه؟ لو انا قلت لك قدامك واحد من اثنين لازم تغيره، بدل ما تشجع برشلونه تشجع ريال مدريد، او انك بدل ما ترفض عمل المرأة تأيد عمل المرأة تخلي مراتك تشتغل. قال لا التانية لا، الاولانية ماشي اغير برشلونة العب بريال مدريد اتفرج على ريال مدريد وكريستيانو مش وحش مانو كريستيانو، لكن مراتي تنزل تشتغل على جثتي. يبقى هنا الاتجاه متميز ذاتي جدا في خصوصية، والخصوصية دي بحد ذاتها بتشكل هذا الاتجاه وتساعد على تكوينه وقوته. انتقال الخبرة من النقط المهمة جدا 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 اللي بتكون
الاتجاه عندك انتقال الخبره سواء بقى ايجابيه ولا سيئه من الاب والام الى الابناء، اي من الاباء الى الابناء. يعني لو الاب والام مهندسين مثلا وبيحبوا الرياضه جدا وبارعين فيها، تاكد انه هينتقل للطفل حب الرياضيات وربما يكون عبقري فيها. لكن لو الاب وام بيكرهوا الرياضه كره عمى وكانوا فاشلين اصلا في الرياضه طول عمرهم هما الاثنين، فبيعود بالسلب على الطفل، هو كمان اتجاهه نحو الرياضه بيبقى اتجاه سالب. او ان هما بيشجعوا النادي الاهلي فهو يشجع النادي الاهلي، هو بيشجعوا الزمالك فنلاقي الواد بيشجع الزمالك. طبعا واحد يقول لي لا يا استاذ على فكره بابا وماما اهلاويه وانا زملكاوي او العكس، هقول لك ده الاستثناء، لكن غالب الاحيان الاب والام على تشجيع نادي معين العيل بيطلع زيهم غالبا. دي حاجات كونت الاتجاه او ساعدت على تكوينه. تعالوا نروح بقى لانواع الاتجاهات. يعني انا النهارده لو انا قلت مين يا جماعه هنا اهلاوي، من ال 30 طالب 29 طالب رفعوا ايديهم ان احنا اهلاويه. طيب ده اسمه اتجاه جماعي. طب مين هنا زملكاوي؟ راح واحد رافع ايده كده وايه؟ راح رافع ايده كده اهوت. مش عايز حد يزعل مني يا جماعه، انا بهزر طبعا. اهو ده اسمه اتجاه فردي لانه لوحده. طيب الاتجاه الجماعي يعبر عن مجموعه والفردي عن واحد. اهو عندما تكون الاتجاهات مشتركه بين عدد كبير من الافراد، ممكن تكتبوا ده زي مجموعه الافراد اللي بتشجع النادي الاهلي، اهلي. اتجاه فردي يميز فرد عن اخر، زي ان انا بشجع لوحدي الزمالك. تعالى بقى ناخد نوع تاني، الاتجاهات العلنيه والاتجاهات الخفيه. الزواج العرفي اتجاه يعلن عنه ولا نخفيه؟ لا ده ايه الايه العرفي؟ العرفي لا، يبقى ده خفي. طب الشرعي؟ لا يعلن. طب يعني الاتجاه متى يكون علني ومتى يكون خفي؟ قال لك ده حسب مدى التزامك بالمعايير الاجتماعية. يعني لو الاتجاه اللي عندك زي الزواج اللي بنتكلم فيه عرفي ولا شرعي، هذا الزواج التزم بمعايير المجتمع وقيم ودينه يبقى اتجاه معلن، يبقى نتكلم في الزواج الشرعي. لكن اذا لم يلتزم هذا الاتجاه بمعايير المجتمع وقيمه، زي انك بتتجوز عرفي، يبقى لازم يكون خفي لانه لا يلتزم بقيمه ومعايير، يعني ولا الدين ولا المجتمع بيقبل ده. جميل جدا. يبقى ده الفرق بين الاتجاه العلني الذي يظهره الفرد دون حرج ويكون متفقا مع معايير الجماعه. ممكن تكتب مثال مثل الزواج الشرعي. الاتجاه الخافي هو الذي لا يتفق مع معايير المجتمع، لذلك يخشى الافصاء عنه. نكتب مثال مثل الزواج العرفي. خدوا بالكم يا شباب، الامثله دي مش بالضروره اكتبها في الامتحان على الاطلاق ومش موجوده اصلا في الكتاب، لكن اهميتها انها بتشتغل معايا كمرشد يوضح الرؤى والالفاظ الغامضه. طب عندي كمان اتجاه سلبي واتجاه موجب. الموجب هو الايجابي الذي يوجه ويقرب الفرد نحو موضوع معين، مثل اكتب مثل تأييدي لتعليم المرأة. ما قلتش بقى عمل مرأة، تأييدي لتعليم المرأة. طيب السالب هو الذي ينأب الفرد بعيدا عن الموضوع، اكتب مثل رفضي لتعليم المرأة. الله عليك، يبقى انا كده خدت الاتجاه الفردي والجماعي وخدت العلني والخفي وخدت الفردي والموجب والسالب. عندي كمان في حاجة اسمها اتجاه كلي وجزئي، اي كلي وخاص. نشوف كده. بيقول الراجل الاتجاهات العامة والخاص. الاتجاهات العامة هي اتجاهات الكليات، اي الحق والخير والجمال. ليه سميناها كليات؟ ممكن تكتب فوقيها حيث تشمل الوجود كله بكل كائناته بقى، جمادات حيوانات نباتات انسان، تشمل الخير والحق والجمال. ده كل يشمل الوجود كله، يعني لما اجي اتكلم عن الخير والشر هتلاقيه في الانسان في الحيوان في النبات، فهو يشمل الوجود كله. عندي كمان اتجاهات خاصة اللي هي تخص فرد معين دون الاخر، زي تأييدي او رفضي لعمل المرأة. احنا قلنا دايما هي حاجة خصوصية. في كمان اتجاه قوي واتجاه ضعيف، وبتحدد قوة او ضعف الاتجاه بناء على الجملة دي، بناء على رد الفعل الحاد الذي يدل على قوة الاتجاه. مش فاهم يعني. انا النهارده عريسي اللي جاي ده عمال قال لي في الكلام، اشوف اراءه ايه. انا برضو الواحد لما بيشتري تي شيرت ولا بنطلون ولا جزمه ولا شنطه بيقعد ايام عقبال ما يقرر ويشتريها. ده انسان يعني هيفضل معاك طول حياتك، فالقرار مش سهل يعني. فانا قاعده مع الراجل اللي جاي يخطبني دوت، فايه عماله اسمع حواره، وبعدين رحت طرحه من ضمن اطروحاتي 30 40 طرح، فده منهم اللي هو فكره عمل المراه. فقال ايه عمل مرأة ايه؟ لا 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 ليه؟ وانا مش راجل ولا ايه؟ لا عمل، بص لا لا. فافور قوي في رد الفعل ده، معناه ان اتجاهه قوي قوي بالسالب نحو عمل
المرأة، وقد يقول لا يا نهار ابيض، بصي عارفة انت لو ما اشتغلتيش انا اجبرك تشتغل، ده انا عندي خبرات فظيعة. امي كانت بتشتغل وكان سر نجاحنا شغل ماما، كانت بتيجي تعول، كانت بتيجي تنسق معانا، كان دايما في حالة كده نشاط وحيوية بعد ما كانت في ملل مثلا او العكس. لذا عشان كده هنشوف من 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 وظائف الاتجاه بعد شوية ان بيعمل فوكس او سبوت على المعلومات الخافتة وغير واضحة فيوضح، فاعرف درجة قوة الاتجاه عندك من درجة رد الفعل. لو رد فعل ضعيف وبسيط يبقى حيادي وهادي، لو قوي جدا جدا يبقى يا موجب قوي او سالب قوي. طيب خليني بقى اروح لحكاية الوظائف الاتجاه اللي كنت بتكلم فيها مع حضراتكم. تحدد الاتجاهات ما ينتبه اليه الفرد سمعا او بصرا. يعني ايه سمعا او بصرا؟ يبقى اكتب في الهامش انتباه. وانا بقلب عريسي برضو الغلبان اللي جالي دوت، يا بنتي بالراحة عليه مش هيجيلك حد تاني. المهم يعني انت وصلت 40 من العمر يعني. يعني 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 النهاردة وانا بتكلم في كل المواضيع جي على موضوع عمل المرأة وهاج وماج وصوته عالي، يبقى انا عرفت كده ان الموضوع ده مهم جدا عندك جدا جدا، وبالتالي انا مش هتجوزك لانك اكيد مش هتخليني اشتغل وانا حابة موضوع الشغل جدا. بس هو يجي يا استاذ ماشي. برضو هيشترك مع نفس النقطة بتاعت الانتباه دي اللي هي 2، تحدد اتجاه ما يفكر فيه الفرد وما يفعله. ما هو رد فعله ده معناه انه مهتم جدا بالموضوع وبيفكر فيه، وبالتالي ما يفعله عندما نتزوج لن اعمل. يبقى ايه ما يفكر وما يفعل؟ توضح الطريق وتنظم عناصر البيئة. وضحت الرؤية، يعني الاتجاه يوضح الرؤية بيفكر في ايه وهيعمل ايه. تزيد المثيرات الخافتة قوة، يعني الحاجة اللي ما كانتش واضحة وضحت لما انا دوست على الاتجاه او الموضوع دوت فلقيته نشط قوي كده، فعرفت الموضوع ده على درجة عالية من الاهمية. لولا حديثي وتنقيري كده على النقطة دي ما كانتش ايه ظهر. 5، تحدد المعنى والسلوك. يبقى معنى والسلوك، النهاردة لما اقول انه مخلي مراته تشتغل عرفت ليه؟ لانه عنده خبرات ايجابية وعمر. مش مخلي مراته تشتغل عرفت ليه؟ ما خلاش اشتغل لانه عنده خبرات سيئة جدا قاعد يحكي لي عليها على على عمل المرأة. 6، تحقق الرضا العاطفي للفرد. اكتب عاطفي. هنا بقى الوضع مختلف شوية. يعني انا النهاردة احنا قلنا ان الاتجاه 3 مكونات، معرفي وجداني سلوكي. لو المعرفي قال مثلا انا اعتقد ان عمل المرأة يضر بالاسرة بناء على خبرات السابقة. مكون وجداني، انا لا احب عمل المرأة واتبنى مشاعر سلبية رافضة عمل المرأة. ولكن سلوكيا انت متوقع ان هي تتزوج من امرأة غير عاملة، لا قعدت تحايل عليه وبقوة المرأة وانوثتها كده فهو الراجل وافق في الاخر. يبقى هو يعني مكون معرفي يعتقد او يرفض عمل المرأة، فهو لا يعتقد في عمل المرأة. وجداني لا يحب عمل المرأة، ولكن سلوكي تزوج من امرأة عاملة. هنا الرضا العاطفي مش هيحصل، مش هيبقى مبسوط يعني. هيحصل ويقعد ياكل في نفسه ليل ونهار، تبقى في مشاكل في البيت كتير. ما يحصلش بقى الا اذا تغير احد المكونات، يعني المكون المعرفي يتغير. بمعنى ان انا يجي له واحد صاحبه يقول له ليه يا عم مش عايزه تشتغل، دي حاجه حلوه وكويسه ومراتي ما بتشتغل اهيت وناجحين وعندك فلان وفلان وفلان، فيقوم يغير له المكون المعرفي. صحيح بصعوبه لكن ممكن يغيره له، فالوجداني يتغير، فبقى المعرفي يؤيد عمل المراه والوجداني يحب عمل المراه وسلوكيا بتشتغل، فهي الرضا العاطفي. امتى الرضا العاطفي يحصل؟ لما يحصل اتساق، اي اتفاق بين مكونات الاتجاه التلات. يعني لو واحد قال كل يقول ومعرفيا وجدانيا وسلوكيا، واحد قال لا كل يقول لا. لكن فكرة اتنين يقولوا لا واحد يقول الرضا مش هيحصل عاطفي. ده هيحصل امتى؟ لما يبقى ماشيين على امتداد واحد، كل يقول او كل يقول لا. 7، تسهم في فهم سلوك الفرد. انا فهمت ليه مخلي مراته اشتغل، عشان المكون المعرفي والوجداني حابين عمل المرأة. 8 بقى، يعمل في المجال التربوي حيث تسعى التربية لتشكيل اتجاهات الطلاب. يبقى اكتب في الهامش تربوي. دايما كلمة الهامش دي يعني ايه؟ قالك ده الاتجاه كمان ليه دور في انه ممكن اوجهك لحاجة ما كانتش عندك وربيك عليها، اوجهك ليها. زي الناس بيروح للعلمي او يروح للادبي او انه يختار لغة معينة. يعني انا النهاردة كراجل مدرس مثلا يعني بدرس اللغة الالمانية، في مدرسين اذكياء يعمل بقى يخش حصة احتياطي للعيال بتوع اولى ثانوي في المدارس وبتاع، مدرس اروبا. روح داخل بقى مين يا جماعة هنا الماني؟ فيلاقيهم ايه؟ قلة. مين بقى فرنساوي ايطالي؟ كتير. طب يا جماعة اهلا بيكم، بتاع اعرفكم بنفسي. وبعدين يبدأ بقى يكلمهم عن المانيا
والجانب المشرق في اللغه الالمانيه وسهولتها وجمالها وناس جايبين درجات حلوه، والجانب المشرق في المانيا والناس اللي بتخش اداب الماني او تربيه الماني وازاي هيسافروا المانيا، وفي منحه الجامعه الالمانيه مش عارفه تاخد ايه وتعمل ايه وتوصل لايه، ويتكلم عن شخصيات بارزه في المانيا منهم هتلر وغيره، يا ويتكلم بقى عن نوادرهم وجمالياتهم. العيال تمام ظبطت على موضوع الالماني. تاكد ان الراجل بعد قعده والتانيه لما يخرج من الفصل بعد كده العيال كلها هتحول الماني. اذا من وظائف الاتجاه انه بيضيف لي حاجات ما كانتش عندي وممكن يستخدم في المجال التربوي، بدليل ان حولتك علمي او ادبي او حولتك من فرنساوي وايطالي الى اللغه الالمانيه. خليني بقى اروح لاخر حكايه النهارده في هذا الفصل اللي هو القيم. لما اقول هل القيم مقياس لتحضر الامه؟ طبعا. هو ليه مصر دلوقتي بنقول عليها دوله مش متحضره بل اصلا ملهاش تقييم؟ لانها تفتقد مجموعه من القيم، يعني تفتقد العداله، تفتقد الصدق، الامانه، مساعده الاخرين، الكرم، المساواه، وما الى ذلك. فاي دوله عندها الحاجات دي او القيم دي بتعتبر دوله متقدمه متحضره ومثقفه. ما هي القيم هي تعتبر مقياسا لتحضرنا. القيم هي معايير نتبناها احنا كبلد، بتيجي من خلال الدين، بتيجي من خلال التربية، من خلال وسائل الإعلام، من خلال المدارس والجامعات، فهي مقياس. أهو القيم هي عبارة عن معايير سامية نتبناها ونعتبرها مقياسا لتحضرنا ولمعتقداتنا ولتنشئتنا السليمة، وهي بمثابة محصلة للتحضر والخلق القويم والفهم السليم. هذا وكلما زادت الثقافة زادت الصلاة بين الشعوب وسقطت الحواجز، وكلما أصبحت قيم الناس أكثر سموا من أمثلتها الحق، العدل، المساواة، الشجاعة، الصدق. لكن الله يا مصر ألقاكم مرة أخرى ومرة قادمة في موضوع جديد في علم النفس، هيتكلم عن ميكانيزمات الدفاع، هيتكلم عن حاجة اسمها الحيل الدفاعية. أحيانا الإنسان بيحصل له حالة إحباط، حالة صراع نفسي، هنسمع مصطلحات جديدة غريبة جدا. يقولك الإقدام إقدام، إحجام إحجام، إقدام إحجام، إقدام إحجام مزدوج. وهنشوف حيلة غريبة جدا هيعملها الثعلب اسمها حيلة العنب الحصرم او حيلة الليمون الحلو. هنشوف احيانا بعض الحيل اللي هيطلعها لنا واحد اسمه سيجموند فرويد، هذا الرجل الفظيع جدا في نظريات التحليل النفسي، هيعمل لي ما يقرب من 13 حيلة اكثر اقل شوية، لكن في النهاية حوالي 13 حيلة. وهيجي من بعده انا فرويد بنته اللي هتكمل مسيرته في الحيل الدفاعية. الحيل هي او الميكانيزمات طرق دفاعيه لا شعوريه لتخفيف حاله الاحباط والصراع النفسي اللي ممكن يجي الانسان فيبدا يتحايل ويضحك على نفسه بحاجات صحيح مش واقعيه، صحيح مش حقيقه، لكن ميزه انها بتدي فسحه وفرصه من الوقت لتنظيم اوراقنا واعاده التوازن النفسي مره تانية عشان نعرف نفكر بشكل واقعي. السؤال: يا ترى لو جات لك بنت زميلتك في يوم الايام قلت لها انا تعبانه، انا عندي انفلونزا، وفجأت لي يا حبيبتي يا نهار ابيض انت عيانة، يا نهار اجيب لك دكتور، ايه يا جماعة طب سايبينها ازاي، وبلغت قوي قوي في الاهتمام بيه، بلغت جدا في الاهتمام بيه رغم ان المرض مش مستحق، ده شوية انفلونزا في ايه يا بنت، جدا يا نهار ابيض يا حبيبتي مش عارف اقول لك انت قصرت، ده انا طول الليل ما نمتش. السؤال: هل ده معناها انها بتحبك بجد ولا علم النفس له رأي اخر؟ اذا اردت تفاصيل اكتر تعال الينا المرة القادمة، نلقاكم على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.